مشاهدينا الكرام، صباح الخير على حضراتكم. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح اون تايم، يوم خميس ممكن يكون مختلف عن كل أيام الأسبوع. احنا بنقرب أكتر كل يوم بنعده علشان هنكون بنبدأ شهر مميز جدا، شهر كل محبي وعشاق الكورة وحتى اللي مش يعني مرتبطين بيها جدا، ولكن الحدث العالمي اللي يعني بيتم انتظاره من قبل كل جماهير ومحبي الرياضة بشكل عام ومحبي الكورة طبعا بشكل خاص بيقرب علينا خلال الأيام اللي جايه. قطر 2022 و32 منتخب، والتنافس الكبير اكيد، والمتعه والكوره والشهره والفلوس، كل الحاجات اللي مرتبطه بكاس العالم احنا بنقرب منها بكل تاكيد. وان شاء الله النهارده كمان معانا على مدار حلقتنا اخبار كتيره كمان على المستوى المحلي، فخلونا نبداها. طبعا يعني خلونا قبل ما نبدا كلامنا عن مونديال، خلاص 3 أيام بس يعني بالتمام والكمال، وهنكون بندخل على اكبر تجمع كروي عالمي. هنتكلم الاول عن نقطه تانية ايجابيه تصدرت المشهد في الساعات اللي فاتت. يعني امبارح مجلس الوزراء المصري يعني اعتمد اجراء تسهيلات لتاشيرات الدخول لمصر لكل من يحمل كارت المشجع هيا، وللحاضرين للبطوله بطوله كاس العالم قطر 2022 اللي هو الفان اي دي. الحقيقه هو شيء جيد وعظيم جدا وحاجه ايجابيه من الدرجه الاولى. كمان بقى ان انت تكون بتطبق نظام الاعفاء من رسوم التاشيرات للسائحين الوافدين لكل الاماكن السياحيه المصريه، وده هيكون بيساعد جدا مصر تستفيد من الحدث ده علشان يكون بيحصل ترويج للسياحه المصريه. هنا بنقول اهميه الرياضه في العالم كله وكره القدم بالتحديد اللي بيتابع الاحداث الكبيره والمهمه في كل المجتمعات، هتكون بتشوف مدى اهتمام الدول ان هي تكون بتاخد امتيازات من استضافتها لبطولات، وان هي تكون برضو بتروج للسياحه عندها. فيعني قرار مهم جدا بنشكر كل المسؤولين عليه عشان احنا كمان نكون بنستفيد. احنا بنتكلم عن فعلا بيحصل توافد للرحلات ووفود سياحيه على مطار الاقصر في الفتره الاخيره، لان الجو دلوقتي في مصر احنا احسن من بلاد كتيره جدا. ممكن نشوف بلاد عربيه تانية الجو حر لسه فيها، بلاد اوروبا خلاص الشتاء يعتبر يعني موجود وبقوه، احنا بقى بنستمتع بالجو المميز ده، فنقدر نستفيد من فكره السياحه في مصر في التوقيت الحالي بشكل مميز جدا. ممكن الناس ما تكونش مستوعبه انه هو ايه علاقة الجماهير ان هم هيجوا مصر، ولكن لو الناس كلها اللي بتتابع فكرة المشجعين والرحلات اللي هتكون بتؤازر منتخباتها في الفترة اللي جاية في قطر 2022، هيبدأوا يجمعوا انه معظم الدول القريبة من قطر أو في المنطقة العربية تعتبر على الخريطة قريبة منها، هيكون في ممكن جاليات، وهيكون في ممكن كمان ناس كسياح بيجوا ويكونوا بيسافروا، علشان دلوقتي أي حد ممكن يكون متخيل إن مفيش مكان في قطر لغرفة فاضية أي حد ممكن يكون بيروح فيها. فبالتالي دول كتيرة حتى الإمارات هيكون في عدد كبير من وفود ومشجعين لمنتخبات بتشارك في قطر 2022 هيكونوا متواجدين وبيقيموا هناك، وهيكون السفر على قد متابعة المباريات، لأن المباريات مش بتكون في أيام متتالية، فبالتالي أنت ممكن تروح وترجع في نفس اليوم. ممكن كمان الإقامة دلوقتي لو أنت بتحاول تحجز في قطر طبيعي
هتكون التذاكر بتاعه الاقامه الاكوموديشن هتكون غاليه، تذاكر الطيران هتكون غاليه، فان انت ممكن تكون بتيجي وبتقعد في بلد ثانيه وبتسافر صد رد لمتابعه المباراه وبترجع مره ثانيه، فدي حاجه منطقيه تكون بتحصل، وشايفين اكتر من دوله هتكون ممكن مستعده ان هي تستضيف يعني وفود من مشجعين لمنتخبات بتشارك في قطر 2022، حاجه عظيمه جدا، لان تقريبا عدد الزائرين لقطر خلال كاس العالم ممكن يكون بيوصل لمليون زائر، ودوله زي مصر هتستفيد بشكل كبير من السياح في الفتره اللي جايه، وان شاء الله نسمع كده اخبار اجمل واجمل عن بلدنا، لان احنا الحمد لله موجودين في مكان على المستوى السياحي تدعو للفخر، ومش من فراغ لان احنا بنمتلك كل الادوات اللي تخلينا موجودين في حته مميزه جدا جدا، بلاد عندها اقل مننا بكتير وممكن يكون بيروح لهم سياح، احنا ان شاء الله بالترويج للسياحه زي ما بيحصل في الفترات اللي فاتت نقدر ان احنا نكون بنستفيد من بطوله كاس العالم بشكل او باخر، وان شاء الله نبدا نشوف استقبال مميز لكل المشجعين اللي هيكون عندهم الامكانيه للدخول الى الاراضي المصريه، بس يعني ان هم يكونوا بيخرجوا بطاقة هيا أو الفان آي دي بتاعهم، وكل التوفيق أكيد لكل المسؤولين في الفترة اللي جاية إن إحنا إن شاء الله نكون عاملين كده بلان جيدة نقدر نروج للسياحة من خلالها ونستفيد من حدث زي ده حتى لو مش على الأراضي المصرية. وبعيدا عن الشق السياحي وان احنا بنتكلم عن الجماهير والنقطه دي، خلونا ندخل بقى برضو في اجواء المونديال، وعلى طول كده هنبدا كلامنا بالمكافآت اللي ممكن تكون بالمنتخبات اللي بتفوز او حتى مش بتفوز هتكون بتحصل عليها. خلونا نشوف الارقام المكافآت اللي رصدتها الفيفا للفرق المشاركه في البطوله عامله ازاي. مبدئيا كده نبدا مع مكافاه البطل حامل اللقب لمونديال قطر 2022، هيكون بيحصل على 42 مليون دولار، طبعا ده رقم كبير وهو الاكبر في تاريخ نهائيات المونديال، وده بيعكس كمان مدى اهميه البطوله الاغلى لاشهر كمان في العالم. وعلى فكره المكاسب الماديه للفرق مش بس بتكون متوقفه على مكافئات الفيفا، لان في عقود رعايه للفرق وللعيبه، ده غير كمان الاعلانات، البث التلفزيوني، حاجات كتيرة جدا ممكن تكون بتجيب مكاسب المشاركة، ممكن تكون طبعا برضو ليها يعني أكتر من امتياز بيحصل عليه. احنا بس بنقول مكافآت الاتحاد الدولي كمكافأة للبطل هتكون بتوصل ل 42 مليون دولار، وده طبعا رقم كبير جدا. نروح لمكافأة الوصيف صاحب المركز الثاني واللي هتكون 30 مليون دولار، ويعني برضو بنقول مكافأة كبيرة مش بيفرق قوي المركز الثالث عنها، بيوصل مبلغ مكافأة الوصيف ل 27 مليون دولار، ومكافأة بقى صاحب المركز الرابع 25 مليون دولار، والمركز الخامس وصولا للمركز الثامن يعني الفرق اللي هتتأهل لدور الثمانية هيكونوا بيحصلوا على 17 مليون دولار، وبرضه بنتكلم عن المنتخبات اللي هتكون بتعدي دور ال 16 وهتكون بتنهي المغامرة بتاعتها عند دور الثمانية. ده على فكرة ممكن كمان نكون بنتكلم على فرق أفريقية أو فرق عربية تقدر بإذن الله تكون بتوصل لهذه المرحلة وتجتاز دور الستاشر. بنتكلم على دور الثمانية، يعني قدر قبل كده نشوف في مونديال 2002 مع السنغال، ومونديال 2010 مع غانا، وقبلهم كمان في مونديال 90 مع الكاميرون، فدي يعني مكانة نقدر نوصل لها كمنتخبات أفريقية. أكمل معاكم برضو باقي الأرقام، ومكافأة الفرق في المركز يعني من التاسع للمركز الستاشر وهي الفرق المتأهلة لدور الستاشر وما قدرتش تكون بتكمل المشوار هيكون 13 مليون دولار، وبرضو في احتمالية يكون منهم زي ما قلنا كده منتخب عربي أو إفريقي. أخيرا بقى مكافآت الفرق المشاركة في دوري المجموعات يعني من مركز 17 لل 32 هتكون بتوصل 8 مليون دولار، ونفهم من كده ان اقل مبلغ من المكافآت هيكون بيحصل عليه اي منتخب بيشارك في كأس العالم قطر 2022 هيكون 8 مليون دولار، ده اقل على الاقل يعني شكله، فطبعا مبلغ كبير ومبلغ عظيم كده بتبان طبعا أهمية كأس العالم، مش بس في القيمة المادية، في مقاييس كتيرة جدا بيتم يعني الإشارة إليها لقيمة هذه البطولة، مش محتاجين نتكلم على العرس الكروي الأهم والأكبر على مستوى العالم في كرة القدم، ولكن طبعا القيمة المادية بتكون من العوامل اللي بيتم الإشارة إليها لمدى أهمية وكبر وحجم البطولة. طبعا
نسخة عن نسخة كل 4 سنين بتشوف التحديات بتكون أكبر، الجوائز المالية بتزيد، لازم بيكون في حاجات ليها علاقة بالمادة برضو بيكون ليها دور بتبين إيه اللي حصل في ال4 سنين دي. فأكيد صناعة الكرة اتطورت وتصرف عليها فلوس كتيرة، فبالتالي ده برضو بيكون بينعكس على قيمة الجوائز المالية اللي بتحصل عليها المنتخبات كلها، وطبعا قيمة الجائزة المالية لصاحب المركز الأول حدث ولا حرج بنتكلم على 42 مليون دولار. خليني برضو أقول لكم بقى إن الفرق اللي بتشارك منها لعيبة في كأس العالم برضو هي هتاخد مكافآت. على سبيل المثال احنا بنتكلم عن الأهلي والزمالك اللي عندهم لعيبة بيشاركوا في كأس العالم، الثنائي سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك مع منتخب تونس، وكمان علي معلول لاعب نادي الأهلي مع منتخب تونس. وفقا للائحة الفيفا هيكون بيحصل النادي الأهلي على مبلغ 180 ألف دولار في حال مشاركة علي معلول مع منتخب تونس في رحلة المجموعات، بالإضافة لمبلغ كمان 135 ألف دولار لتواجد بدر بنون في قائمة منتخب المغرب. ده رغم ان هو رحل، ولكن وفقا لتقارير اكدت بقى ان النادي لو اللاعب كان يعني موجود على ذمته في خلال عامين بيحصل هو كمان على مكافأة، مش بس نادي الحالي لانه بيعتبره مشواره في التصفيات كان على ذمة نادي بعينه، فالمفروض يكون النادي ده ليه احقية برضو من القيمة اللي هيتم دفعها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. فكده بنقول ان الاهلي هيحصل على مبلغ بيوصل لتقريبا 315 ألف دولار إجمالي مشاركة معلول وبنون في المونديال. بتتضاعف بقى المكافآت المالية حال تخطي المنتخب التونسي أو المغربي للدور الأول، وساعتها قيمة المبلغ اللي هيكون بيروح للنادي الأهلي هتكون بتختلف تماما. لو رحنا برضو النادي الزمالك ممكن يكون بيحصل على مبلغ يوصل ل 170 ألف دولار بعد ما تواجد لاعب الفريق سيف الدين الجزيري في قائمة المنتخب التونسي في كأس العالم، ده بسبب تفعيل بند شراء اللاعب واللي حصل في يوليو في عام 2021. فنادي الزمالك هيحصل كمان على بقى ايه، دي حاجه ممكن مش كل الناس هتكون مركزه فيها، ولكن بنتكلم على 7000 دولار مقابل الناحيه الثانيه 173 الف دولار لصالح نادي الدحيل القطري. ده لو اتكلمنا عن مشاركه فيرجاني ساسي لاعب منتخب تونس في مرحله المجموعات، لانه يعني بعد رحيل ساسي كان في 15 يوليو لعام 2021، ففرق التواريخ بيدي احقيه لنادي الزمالك ولكن بقيمه او بنسبه اقل بعض الشيء. فالفلوس تتحدث طبعا في مونديال قطر 2022، ولكن بتبقى البطوله ليها تحديات مختلفه عند منتخبات بعينها امريكا اللاتينيه اللي يعني جابت سيطرتها مثلا عن بطولات كاس العالم لفتره، والناس كلها بتراهن طب البرازيل طب الارجنتين النسخه دي هم قريبين الى اي مدى، لان انت شايف الدول الاوروبيه بقى لها فتره طبعا ليها قوه وليها بصمه على مستوى كاس العالم. ناحيه الثانيه لو هنتكلم على افراد بعينهم زي الارجنتيني ليونيل ميسي او البرتغالي كريستيانو رونالدو واللي عامل مشاكل لحد النهارده، واكيد في يعني اقاويل كتيره لان تصريحاته لسه بتتصدر مواقع كتيره رياضيه، لانه واضح ان كان ليها كماله ولكن الصحفي ذكي جدا قسمها على فترات، فلسه الاعين طبعا متجهه اليه. عن مستوى الشخصي هو بالنسبه له خامس بطوله كاس عالم بيشارك فيها، محقق 7 اهداف الرقم القياسي 9 اهداف، اكيد هو عنده كمان اهداف شخصيه حابب يحققها، خصوصا واحنا لو بنتكلم بالمنطق ممكن يكون ده اخر مونديال بالنسبه للاعبين. ف حاجات مادية ليها قيمة كبيرة جدا، ولكن قيمة الجائزة والفوز بيها معنويا وتاريخيا دي القيمة الحقيقية اعتقد اللي كل اللعيبة اللي بالنسبة لهم الفلوس خلاص ما بقتش هي القيمة الحقيقية، لان ما شاء الله هي بقت كتيرة، فبالتالي التاريخ الشخص ان انت تكون بتحققه هو ده الاهم. فهنتابع اكيد بطولة ممتعة جدا جدا على مدار 30 يوم كورة بحت، كل الناس اكيد التركيز بيكون بينصب لقطر 2022. ففي 3 ايام بنقول ان هم بيفصلون عن انطلاقة كاس العالم. خلونا وكالعادة بقى نشوف كل يوم بيقربنا اكتر من المونديال بمثابة ايه وايه علاقته بتاريخ كاس العالم. النهاردة معانا رقم 3،
أرقام طبعا كتيرة ليها علاقة بالمونديال على مدار تاريخ كبير جدا، لاعبين قدروا ان هم يكونوا بيسطروا أساميهم، وأعتقد في أجيال حالية ممكن ما تكونش عارفة قوي أسامي قديمة، ولكن لازم نكون طول الوقت كده بننشط الذاكرة، لأنه عدد كبير من اللاعيبة دول حطوا سقف طموح عالي، وبسببهم لقينا دلوقتي لاعيبة بتكسر أرقامهم وقادرة ان هي تكون برضو بتحقق تاريخ عظيم. فهنشوف المونديال ده ايه الأرقام اللي ممكن تكون بتتحقق فيه، من اللاعيبة اللي ممكن تكون تثبت نفسها بشكل كبير. واعتقد هو كمان بيكون مهم زي ما كنت بتكلم على انجازات ممكن تكون شخصيه بالنسبه لنجمين كبار زي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ولكن برضو في اكتر من لاعب مبشر جدا جدا وبيفضل ان هو يكون بيشارك في كاس العالم قبل ما يكون في بدايه لميركاتو الشتاء على المستوى الاوروبي، لانه حتى لو كانت جات له عروض قبل كده هو حاسس ان ممكن يكون كاس العالم بيديله فرصه لعروض افضل، وان هو يكون بيعمل تسويق لنفسه بشكل احسن. فكاس العالم باب مفتوح لأي حد عايز يكون بيقدم نفسه وبيسوق لنفسه وبيعرض نفسه على سوق كورة دلوقتي بقى بيتدفع فيه فلوس كتيرة جدا لأي لاعب يكون بيستحق بقى، وبنشوف طبعا المردود ده في الملعب بيكون بيحصل بشكل عامل ازاي. وخلاص زي ما بنقول المونديال على الأبواب، والمنتخبات خلاص كلها يعني بتختتم استعداداتها لانطلاقة البطولة بالمباريات الودية اللي بدأنا نتابعها من امبارح والنهاردة، طبعا أكيد في استكمال لهذه المباريات، وزي ما في استعدادات عند المنتخبات الاستعدادات برضو واصلة للجماهير، الجماهير اللي بدأت تتوافد على قطر علشان تكون بتتابع فعاليات مونديال قطر 2022. ومبارح كان معانا زميلنا خالد رزق الصبح وكان بيدينا كده البروجرام بتاع اليوم، وقال لنا ان هيكون في تجمع لكل الجماهير العربية على كورنيش الدوحة علشان يعني يكون في مؤذرة لكل المنتخبات العربية، كل الجماهير اللي بتنتمي لمنتخبات تلبس تيشيرتس المنتخبات بتاعتها ايا كان هي ايه. فتجمع كان عظيم جدا جدا ان احنا نكون بنشوفه على هامش بقى وقبل انطلاقه المونديال خلال الثلاث ايام اللي جايه. ففي التقرير التالي بقى خالد رزق هيكون معانا بيورينا ايه اللي حصل، واكيد لقاءات كتيره مع جماهير مختلفه من بلاد عربيه مختلفه، واللي من ضمنهم كمان كان في لقاءات مع جماهير مصريه. من سوق واقف، واكيد اهم شيء واهم اجواء موجوده في كاس العالم هو الحضور الجماهيري، هو اللي بيميز وبيدي طعم وروح بالتاكيد لكاس العالم واي بطوله في الدنيا لازم بيكون الجمهور هو العامل الاساسي. احنا متواجدين في سوق واقف وهنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل، هنحاول نتكلم مع الجمهور نشوف ارائهم عن كاس العالم وتوقعاتهم، ونشوف الجنسيات اللي موجوده ونشوف رؤيتهم هتكون عامله ازاي. يلا بينا. يعني طبعا اثناء ما احنا ماشيين يعني خلينا نرحب بيكم الاول، اتعرف الاول انتم منين؟ من مصر، كفر الشيخ. ام الدنيا كفر الشيخ. مصر الجديده. شايف الاجواء ازاي وجودك النهارده انت داعم لاي منتخب؟ الاجواء حاجه جديده علينا لان في ناس جديده وفعاليات جديده وفيستيفالز وكل يوم حاجه جديده بتتعمل. المنتخبات اللي هنشجعها طبعا المنتخبات العربيه، منتخب قطر، منتخب السعوديه، المغرب، تونس، التوفيق ليهم طبعا كلهم. شايف ازاي عدم وجود منتخبنا الوطني ومحمد صلاح واحد من نجوم العالم الحاليين؟ هي دي حاجه مزعلانه طبعا. ان احنا مش موجودين للاسف. احنا طبعا افارقه فهنشجع طبعا الفرق الافريقيه كلها الموجوده مشاركه، وانا حاسس ان يعني السنغال فريق قوي قوي، فحاسس ان هم ممكن يوصلوا لبعيد. مشكله السنغال دي وميندي ورا وساديو ماني يعني حاليا مصاب. هو ماني لسه مش عارفين هيلحق البطوله ولا لا، بس هو الفريق ككل فريق قوي، فأنا متوقع إن هم يوصلوا لحاجة بعيدة السنة دي في البطولة دي. برحب بيك طبعا ويعطيك العافية، يعني اون تايم سبورتس المصرية بترحب بيك بالتأكيد. كلمني بقى عن المنتخب السعودي والمتعة اللي هنشوفها والجاهزية، وبما إنك سعودي فهتدينا شوية تفاصيل عن المنتخب السعودي. لا إن شاء الله جاهزين إن شاء الله ويمثلون الوطن خير تمثيل ان شاء الله، واستعداداتهم ان شاء الله يمكن من 35 يوم المنتخب معسكر، والقائمه اللي طلعت قائمه ممتازه من افضل لعيبه الدوري السعودي. كلمني عن المنتخب المغربي واستعداده وجاهزيته للبطوله. الحمد لله كل شيء كيعرف ان المنتخب المغربي عنده تشكيله مثاليه لتقريبا جميع البوزيشن اللي كيلعبوا في المنتخب المغربي، عندهم احسن لعيبه في العالم، اشرف حكيمي، كل شيء كيعرف زياش، كل شيء كيعرف مزراوي تبع بايرن ميونخ،
واخا تعرض لاصابه مؤخرا لاعب حارس، ولكن كنثقوا في قدرات ديال وليد الركراكي، عنده الخلف ان شاء الله، وان شاء الله غيقول الكلمه ديالو في هذا المونديال. كما دوله قطر قالت الكلمه ديالها، يعني احسن تنظيم غيكون ان شاء الله عبر تاريخ المونديال حتى المنتخب المغربي هذه السنه، غيكون تقريبا هو مفاجاه هذه البطوله ان شاء الله. منتخب تونس النظاره ولابس كل التفاصيل، عامل اجواء مهمه جدا. طربوش ده يعني من حياه الاشياء المميزه جدا. تونس يعني تونس حضاره، تونس عريقه، تونس قرطاج. ان شاء الله باذن الله في هذا المونديال اللي يقام لاول مره في دوله عربيه، ان شاء الله انتظروا المفاجاه ان شاء الله من البلدان العربيه، وباذن الله راح يكون التاهل لتونس ان شاء الله للدور الثاني، ولما لا ان شاء الله نروح بعيد. حظ وافر لمنتخب المغرب الشقيق، المنتخب القطري والمنتخب السعودي. ان شاء الله يعني ننتظر مفاجاه كبرى ان شاء الله من المنتخبات العربيه، ان شاء الله الفوز لتونس، ان شاء الله الفوز لكل الاشقاء العرب. تحيا تونس. لا جوي جوي علي علي علي. ومكملين معكم مشاهدينا بالتاكيد من داخل سوق واقف، والجمهور اللي بيتواجد هنا بالتاكيد عايزين نعرف اكتر جنسيات موجوده. يعني شباب برحب بيكم، طبعا شكلكم مصري. مصريين بيبانوا في اي مكان، مسيطرين في اي مكان. بس هي المشكله هنا ان مصر مش موجوده في البطوله، دي حاجه تحزن وتزعل، لكن احنا معوضين. طبعا طبعا. طيب. الشعب المصري هنا اكيد هنعمل حاجه كويسه يعني، وهنتفرج. احنا زعلانين طبعا ان احنا ما وصلناش البطوله، فاحنا اكيد مش هنشجع السنغال يعني. زعلانين من السنغال شويه. متضايقين من ساديو ماني شويه. خلاص ما اتصاب بقى يعني، ساديو ماني شويه في البطوله دي. طيب قول لي بقى، انتوا فور وصولكم من مصر الاجراءات كانت عامله ازاي؟ بطاقه هيا والمنصه وحجز تيكت المباريات، كانت الامور ماشيه زي ما؟ لا والله الامور كلها طبيعيه وجميله جدا، وهنا كل التعامل ما فيش ورقيات خالص، كل التعامل عن طريق كيو ار. اي حاجه بنعملها هنا كيو ار كيو ار كيو ار. حركه، ركوب الباصات، تحرك في البلد. بصراحه قطر عامله شغل عالي قوي 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 في البطوله يعني. اجواء مميزه وجميله جدا بنعيشها مع حضراتكم، جمهور كبير جدا، بنحاول نمشي في الشارع ولكن بالتاكيد دايما الجمهور هو اللي بيوقفنا، وحابين يتكلموا، حابين يودوا صوتهم. بالتاكيد في مونديال هو الاميز وهو المختلف بشكل كبير جدا عن كل المونديالات السابقه، فيفا قطر 2022. خليكم دايما معانا. كل الشكر اكيد لزميلنا العزيز خالد رزق والمجهود الكبير لكل زمايلنا. الصراحه شبكه مراسلينا اللي موجوده دلوقتي في قطر علشان تكون بتنقل لنا وتنقل لحضراتكم كل التفاصيل وكل الاستعدادات، واحنا خلاص 3 ايام فقط بتفصلنا عن انطلاقه قطر 2022. وبالحديث عن المجهود الكبير اللي الثلاثي عندنا بيعملوه من مراسلينا وزمايلنا، بينضموا الينا مباشره من قطر احمد المسيري، محمد طه وخالد رزق. صباح الفل عليكم وتعبينكم ومنورين الدنيا، واكيد مجهود كبير جدا حابين نشكركم عليه. وخلينا كده نبدا يعني الكلام بتاعنا معاك يا مسيري، صباح الخير عليك، وقول لنا كده اخر الاخبار اللي عندك. صباح الفل عليك يا مريهان، صباح الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، من هنا من كورنيش الدوحه. يمكن الفعاليات ما زالت مستمره، اليومين الماضيين شهدت توافد الالاف من كافه بلدان العالم الذين اتوا الى الدوحه لمؤازره منتخبات بلادهم في هذه النسخه الاستثنائيه من مونديال قطر 2022. لكن قبل ما نتكلم عن توافد الجماهير، خليني اقول لك يا مريهان ان درجه الحراره مرتفعه نوعا ما خلال اليومين الماضيين، وصلت درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة نسبيا بداية من يوم الاثنين القادم، يعني بعد يوم من انطلاق المباراة الافتتاحية والتي ستجمع منتخب قطر مع منتخب الأكوادور، وستصل إلى 29 درجة مئوية. يمكن بالأمس حضر أعداد كبيرة جدا من الجماهير التونسية، وحسب التصريحات الصادرة من القائم بأعمال السفارة التونسية في قطر أكد أن وصل 29 ألف مشجع تونسي لمؤازرة المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة، واللي بتضم الدنمارك وفرنسا وأستراليا. والمنتخب التونسي كان خاض مباراة بالأمس مع منتخب إيران وفاز بهدفين مقابل لا شيء، وكانت المباراة أقيمت تحت أو خلف
الابواب مغلقه لرغبه كلا المدربين سواء جلال القدري المدير الفني لتونس او كيروش المدير الفني لمنتخب ايران الذين فضل عدم حضور الجماهير او وسائل الاعلام لمتابعه هذه المباراه. ايضا المنتخب السعودي واللي وصل في ساعه مبكره من صباح اليوم يمكن بعد ما خاض ايضا اخر تجاربه الوديه في العاصمه الرياض امام كرواتيا وانهزم بهدف يمكن وصل في ساعه مبكره من صباح اليوم وتوافدت الحقيقه اعداد كبيره جدا جدا من الجماهير السعوديه الى الدوحه. يمكن هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي فضل ان يقيم المنتخب في احد المنتجعات في جنوب الدوحة لضمان التركيز. الأجواء هنا أكثر من رائعة، ما زالت الجماهير تتوافد ومن المنتظر أن يصل عشرات الآلاف خلال الأيام القليلة القادمة لدعم ومساندة منتخبات بلادهم في هذه النسخة الاستثنائية. أخيرا مريهان، المنتخب التونسي هيؤدي تدريباته بعد مباراة الأمس، هيؤدي على أحد الملاعب الفرعية هنا في الدوحة في تمام الساعة السادسة مساء، وستكون قنوات اون تايم سبورتس حاضرة لتغطية مران المنتخب التونسي وأيضا مران العديد من المنتخبات التي حضرت بالأمس زي منتخب الأرجنتين، منتخب فرنسا، منتخب إنجلترا. يمكن دي كانت أبرز أخبارنا وكواليسنا النهاردة من أمام كورنيش الدوحة، والآن عودة للاستوديو والزميلة العزيزة مريهان عمرو. تفضلي يا مريهان. بشكرك شكرا جزيلا يا مسيري، أكيد تفاصيل كتيرة جدا يعني عرفتنا عليها، بنشكرك عليها. وخليني أنتقل من حديثي معاك ونروح لمحمد طه. يا طه صباح الفل عليك. صباح الفل يا مريهان، صباح الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس، صباح الخير يا مصر من الدوحه. يمكن احنا موجودين دلوقتي داخل القاعه الكبيره جدا في المركز الاعلامي الرئيسي للفيفا، ويمكن من ورايا حتى الصوره بتظهر عدد كبير جدا من الاماكن المخصصه لكل صحفي العالم اللي هيحضروا من كل انحاء العالم لتغطيه هذا الحدث الكبير، توفير كل شيء لكل الصحفيين والاعلاميين اللي معنيين بتغطيه هذا الحدث الكبير والاهم على الكره الارضيه في هذا التوقيت. يمكن لو بنتكلم على الجماهير ان هي بتتوافد تباعا بالنسبه للمنتخبات، لانه يعني في جماهير بتفضل ان هي تكون موجودة ليلة وصول منتخبها أو ليلة بداية المباراة الأولى، لأن مش كله طبعا هيلعب في اليوم الأول أو اليوم الثاني، ففي جماهير بتفضل أن هي تكون موجودة مع بداية المباريات. لكن أكيد طبعا الصحفيين كلهم موجودين من أسبوع فات، كله بيحضر أموره كلها علشان التغطيات الخاصة سواء تحضيرات الفعاليات أو المؤتمرات اللي هتقام. فبالتالي يعني العدد كبير جدا، أكتر من 5000 إعلامي وصحفي موجودين عشان يغطوا هذا الحدث، ولكن الأمور طبعا ميسرة بشكل ممتاز جدا في نسخة استثنائية بتستضيفها قطر 2022. من المفترض أن هذا المكان بكرة إن شاء الله هيستضيف مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الحكام وعن المباريات وكل شيء خاص بالحكام. هيكون الساعة 9 صباحا بتوقيت الدوحة، 8 صباحا بتوقيت القاهرة، كل شيء هيتم استعراضه في هذا المؤتمر بخصوص الحكام. يوم السبت إن شاء الله هتستضيف أيضا القاعات اللي هنا المخصصة للمؤتمرات في هذا المركز الرئيسي، المؤتمر الرسمي للافتتاح الرسمي لبطولة كأس العالم بحضور رئيس الاتحاد الدولي وبحضور كافة النجوم وأيضا كل الشخصيات المعنية والمسؤولة في اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم. يمكن الأمور كلها زي ما قلت لك، يمكن لو احنا بنتكلم عن المكان ده تحديدا المركز الرئيسي الإعلامي للفيفا، كل شيء فيه ميسر بشكل ممتاز جدا عشان الصورة والخبر وكل شيء يصل لكل أنحاء العالم ولكل الشعوب بشكل ميسر وبشكل ممتاز جدا. النهاردة هيكون في تدريب بعد ساعة تقريبا من دلوقتي في ملعب الوكرة اللي هيكون تدريب المنتخب الإنجليزي، بعدها هيكون في استاد هيكون في تدريب منتخب إيران، ثم حيالي بعد كده منتخب تونس وفرنسا سيسبقه، ثم في النهاية تدريب منتخب هولندا. في أيضا بعد التدريبات الأخرى ولكن هتكون غير متاحة للإعلاميين، يعني منها مثلا تدريب منتخب أمريكا. في أمور كتيرة طبعا للتدريبات، في منتخبات بتتدرب مرتين، وأيضا كمان السنغال هيتدرب النهاردة، يعني في منتخبات كتيرة بتتدرب مرتين، مرة الصبح ومرة
بالليل. الأمور كلها بتسير بشكل ممتاز أيضا في ملاعب التدريب الخاصة بكل المنتخبات. لكل منتخب مكان لوحده مخصص لمجهز بكل شيء، بصالة جيم، بمكان للاستشفاء، وأيضا ملعب التدريب بكل تفاصيله اللي ممكن يحتاجها أي مدرب أو أي منتخب. يمكن زي ما قلت لك الأمور كلها ميسرة بشكل ممتاز جدا، سواء في الناحية الإعلامية أو في الناحية التدريبية. كل شيء أكيد هننقله تباعا حسب يعني حدوثه في يوم تلو الآخر، ولكن طبعا يعني الأهم والأبرز طبعا في الشارع في الدوحة هو الأجواء التي يعني بتشعر الجميع بمتعة، ويعني أعتقد أنه ما فيش متعة لمن يعشق كرة القدم يمكن أن يجدها في أي مناسبة في كرة القدم، يعني أفضل من مونديال كرة القدم. فبالتالي ده اللي يعني كان الشغل الشاغل لقطر والدوحة في كل مكان، أنك تشعر بمونديال قطر. نتمنى طبعا التوفيق، وأكيد طبعا مساندة لكل المنتخبات العربية ومتعة كرة القدم في متابعتنا. مريهان، ده يمكن التفاصيل الخاصة بهذا اليوم، أكيد تباعا ما يحدث هننقله طبعا لكل مشاهدينا مشاهدي أون تايم سبورتس. معك الكلمة مريهان. بكل تأكيد يا طه، دي عادتكم أكيد بتكونوا معانا على مدار اليوم في كل البرامج على أون تايم سبورتس. بشكرك شكرا جزيلا. ومن طه خلونا نروح لزميلنا خالد رزق برضو يطلعنا على كل ما هو جديد لديه. يا خالد صباح الخير عليك، وقول لي كده إيه الأخبار عندك؟ كنت عامل تقرير أنت مع المشجعين ومكسر الدنيا. يعني صباح الخير عليك يا مرهم بالتأكيد، وطبعا لازم نرصد كل شيء للجمهور، والجمهور هو أكيد بيكون طعم مختلف في أي بطولة. بنشوف النهاردة قطر بتمتلئ بالجمهور من جميع أنحاء العالم بالتأكيد، من جميع الجنسيات، فكان لازم نكون متواجدين مع كل شخص موجود ونحاول نسأل ونعرف الآراء ونعرف الطموحات ونعرف كل شيء مع الجمهور بالتأكيد. ولكن مرهان خلينا نروح معاك لمنتخب الأرجنتين بالتحديد وأجواء وكواليس بالأمس، وحتى وصولا لفندق إقامة منتخب الأرجنتين. يمكن منتخب الأرجنتين كان من المرجح أن هو يوصل مطار حمد الدولي في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ولكن الطيارة تأخرت ويعني هبطت إلى مطار حمد في 12:30 صباحا. وكنا متواجدين بالتأكيد لمتابعة الجمهور ومشجعين الأرجنتين اللي كانوا يعني بكلام الكورة كده عندهم جنون كروي في التشجيع بالتأكيد. فضلوا متواجدين من الساعة 11:30 في فندق الإقامة في الساحل أمام فندق الإقامة. يمكن هم متواجدين أو بيقيموا في فندق جامعة قطر، يعني بيبعد شوية عن وسط المدينة، وده التمرين بتاعهم هيكون على ملعب 4 جامعة قطر. ده هيكون أيضا مكان مخصص للمران لمنتخب الأرجنتين. ولكن الجمهور بقى كان عامل حالة مبارح جميلة جدا، حالة ممتعة جدا بالطبل والهتافات والأغاني الأرجنتينية الجميلة. شفنا مبارح يعني حالة جميلة جدا من طريقة تشجيع جمهور الأرجنتين اللي كان حريص على التواجد حتى الساعة 4 صباحا، وهو كان معاد وصول بعثة المنتخب الأرجنتين ودخولا إلى فندق الإقامة. يمكن منتخب الأرجنتين كان طلب ان يكون في زي حراسه مكثفه على ليونيل ميسي، اكيد واحد من نجوم المنتخب الارجنتيني وصاحب يعني الصيت او الاجواء الكبيره بالتاكيد في المونديال، كذلك زي باقي اللاعبين النجوم المتواجدين في هذه البطوله زي نيمار وكريستيانو وغيرهم بالتاكيد من النجوم اللي بيكون لهم دايما شكل مؤثر في وجودهم. فليونيل ميسي امبارح كان هو صاحب الضوء في مطار حمد الدولي، وايضا وصولا عند فندق الاقامه كان في تجهيزات امنيه كبيره جدا، عملوا مكان خاص للجمهور يقدر يقف فيه ومكان خاص للإعلام يقدر يلتقط صورة من بعيد كمان لأوتوبيس المنتخب الأرجنتيني فور دخولهم إلى فندق الإقامة. هناك يعني اهتمام كبير وأكيد تنظيم كبير عشان ما يكونش فيه أي أجواء تخلق أي حالة للمنتخب الأرجنتيني. طبعا في حديثي بقى امبارح مع الجمهور والمشجعين اللي كانوا متواجدين على مدار الثلاث اربع ساعات او الخمس ساعات اللي عشناهم مع المنتخب الارجنتيني بالامس، يعني كان لي احاديث كثيره معاهم. اتكلموا على ليونيل سكالوني وهو المدير الفني لمنتخب الارجنتين، هو اصغر مدير فني في المونديال بالتاكيد. هم سعداء جدا بوجوده معاهم، بقالوا معاهم 4 سنين من بعد مونديال 2018 تولى مهام المنتخب الارجنتيني، قدر يفوز في 35 مباراه دوليه، عامل اداء كبير مع المنتخب الارجنتيني، عندهم طموحات كبيره جدا في هذه
هذه النسخة عندهم أمال كبيرة بأنهم يفوزوا بهذا اللقب، ويمكن الجمهور متعطش بشكل كبير جدا لفوز منتخبهم الأرجنتين. وتاني حاجة ليونيل ميسي بالتأكيد اللي هيكون ليه آخر نسخة لكأس العالم، فأيضا هم عندهم يعني شعور. كان ليا سؤال ليهم، شعوركم إيه بعد اعتزال ميسي لكرة القدم؟ يعني أكيد كل شيء حلو بيروح وبيعدي بسرعة جدا، وليونيل ميسي يعني أكيد لسه قدامه مسيرة لكن مش هيلحق بكأس العالم القادم، ولكن مسيرته بالتأكيد في قبيل سنوات ممكن قليلة ممكن تنتهي هذه الأسطورة. كانوا بيقولوا مش عايزين نفكر في واحدة من المشجعات، يعني كانت بدأت تدمع لما سمعت الكلمة اللي هو مش قادرة تتخيل، وقالت مش قادرة تتخيل إن ليونيل ميسي ما يكونش موجود في كرة القدم. ولكن أكيد كان هناك يعني الطبل اللي كان موجود معهم مرسوم عليه صورة ميسي، كان في صور أيضا لمارادونا واحد من نجوم الكرة على مستوى العالم بالتأكيد أيضا من المشجعين، أغاني وهتافات وروح كانت جميلة جدا، وكان مبشر وبداية مبشرة وبادرة طيبة جدا للي هنشوفه بقى في الملاعب. ده غير الجمهور بقى العربي اللي كان امبارح، ويمكن كان في لقاءات مع أحد الجمهور العربي اللي زعتوها منذ قليل، يعني أيضا كان في روح وكان في قوة وكان في حماس موجود كبير جدا. كورنيش الدوحة كان يعني مغلق عن آخره بالتأكيد، كان في حوالي 7000 شخص من الجمهور العربي اللي كان بيتواجد في مسيرة هي الأقوى بالأمس في كورنيش الدوحة. يعني مرهان بنحاول نرصد لك كل شيء وبنحاول نطلع الجمهور بشكل أكبر على كل التفاصيل عشان يعيشوا معنا الأجواء ويعيشوا معنا كل لحظة من داخل دورة قطر. إليك كلمة الآن يعني يا مرهان اتفضلي. بشكرك شكرا جزيلا يا خالد، وانت كمان عينك بتدمع شكلك بتشجع الأرجنتين جدا باينة يعني خالص. صباح الفل عليك يا خالد وبشكرك شكرا جزيلا انت وكل زمايلنا الأعزاء أحمد المسيري ومحمد طه، مجهود كبير جدا بنحييكم عليه، وان شاء الله تفضلوا كده بنفس الروح دي ونفضل مستمرين ان احنا نكون بنتابعكم وكل الاخبار تنقلوها لنا بكل التفاصيل. كل الشكر ليكم ومجهودكم على راسنا من فوق. بنشكر طبعا زمايلنا الاعزاء على المجهود الكبير اللي هم بيعملوه، لسه كمان البطوله ان شاء الله على مدار الشهر اللي جاي هيكون اكيد مجهود كبير جدا بنشكرهم عليه. واجواء المونديال مستمره بل هي بتبدا، ولسه اكيد هيكون لنا حديث مطول عن تفاصيل كتيره جدا ليها علاقه بالمونديال وايه اللي منتظر فيه، بجانب طبعا بعض الملفات سواء على المستوى المحلي او كمان بالنسبه لمنتخبنا الوطني. مباراه بكره الساعه 5 امام منتخب بلجيكا على الاراضي الكويتيه. كل هذا واكثر بعد الفاصل، خليكم معنا. امبارح طبعا كان في اضواء كتيره جدا بيتم تسليطها على ظهور في مباراه وديه ولكن ليونيل ميسي طبعا اللي ليه جماهيريه وشعبيه كبيره جدا، زي كمان ما كان خالد بيتكلم انه لا يعني ظهور ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في النسخه دي من كاس العالم لا اكيد مرصود من ناس كتيره. فخلينا برضو نقول ان المباراه دي كان عليها اعين كتيره بسبب الطاقم التحكيمي المصري بقياده الكابتن ابراهيم نور الدين، واللي طبعا يعني تم تسليط الضوء عليه بقى من قبل المصريين ومتابعه المباراه. المباراه مشيت بشكل جيد جدا، ادارها الكابتن ابراهيم بشكل احترافي، خرجت بشكل مميز. خلينا نقول لكم ما تصريحات للكابتن ابراهيم بعد انتهاء هذه المباراه واللي قال فيها اختاروني بالاسم في مباراه الارجنتين وهذا ما دار بيني وبين ميسي. اتكلم الكابتن ابراهيم نور الدين يعني في كواليس بقى ادارته لمباراه المنتخب الارجنتيني واللي فاز فيها بخمس اهداف مقابل لا شيء على حساب منافسه المنتخب الاماراتي في مباراه وديه ضمن استعدادات الارجنتين لخوض منافسات كاس العالم في قطر 2022. قال نور الدين ان الاجواء كانت مميزه، مباراه الامارات والارجنتين ليها اهميه كبيره بالنسبه للتحكيم المصري، اعادت الثقه لينا وتسببت في رفع المعنويات. قال كمان الاتحاد الاماراتي هو اللي قدم لي دعوه رسميه اختاروني بالاسم من اجل اداره مباراة الأرجنتين تحكيميا، وقال لما أمنح ميسي أي بطاقة صفراء أو حمراء من أجل أن تمر المباراة بسلام دون أي مشاكل أو أزمة. والكلام بقى إيه اللي دار ما بينك وما بين ليونيل ميسي؟ فقال الكابتن إبراهيم إن الكلام كان باللغة الإنجليزية، وبنصح كل اللعيبة إن هم يكونوا بيتابعوا المباراة دي مرة تانية علشان يشوفوا إزاي بيتعامل معايا أفضل لاعب في العالم بكل احترام وأدب. قال كمان المباراة كانت مميزة من الناحية الفنية والسلوكية، وأنصح كل الحكام المصريين ان هم يكونوا يعني بيتمتعوا بصوره جيده، ونعيد مره تانية مشاهده هذا اللقاء علشان نكون بنشوف الدنيا فيه كانت ماشيه ازاي. كامل التقدير يعني للكابتن ابراهيم والطاقم التحكيمي المصري بالكامل، ولكن تعليقا على يعني بعض الصور اللي تم يعني نشرها من لقطات ما بين الكابتن ابراهيم وليونيل ميسي، وللاسف الكوميكس بتطلع على حاجات ملهاش لازمه احيانا. يعني في لقطه كده كابتن ابراهيم باين فيها ان هو بيبص بإعجاب كامل ليونيل ميسي، بيبص على أسطورة
تاريخية في كرة القدم، فنسأل إيه بتهزر؟ فعايز أشوف كده أي حد فينا لو وقف قدام ليونيل ميسي وهيبقى بيبصله هيبقى بيبصله إزاي غير ما كابتن إبراهيم بيبصله. فللأسف طول الوقت إحنا عايزين نهزر ونطلع إفيهات من مواقف، ولكن البعض منها ما يستاهلش، لا يستدعي خالص إن إحنا نكون بنهزر على مشهد زي ده. كابتن إبراهيم يعني إمبارح قدم مباراة مميزة، وإن شاء الله يكون ده نفس النهج اللي بيمشي عليه كل الحكام المصريين وكمان الكابتن إبراهيم على مستوى المباريات المحلية. خلونا برضو نروح لنقطة تانية، ولما بنتكلم على المونديال ليه طبعا أكتر من شق بنروح له، ولكن بقى في حتة ليه علاقة بحلم أن أنت تكون بتشارك في المونديال. كل اللعيبة مع أي منتخب تتمنى أن هي تكون بتشارك مع منتخبات بلادها في كأس العالم، ولكن كل لاعب ليه قصة. في لاعبين الدنيا مؤهلة متيسرة أن أنت تكون ضمن حسابات المدير الفني، وفي لعيبة أصلا ما كانتش متيسرة أن أنت تكون بتلعب كورة من الأساس. الحقيقة تصدر امبارح مواقع التواصل الاجتماعي تويتا لألفونسو ديفيز، واحد من نجوم فريق بايرن ميونخ واللي تم استدعائه للمشاركة في كأس العالم مع منتخب بلاده المنتخب الكندي. عبر عن سعادة كبيرة جدا ان هو هيكون بيشارك في المونديال لأول مرة، هو من مواليد 2000 عنده 22 سنة، واتكلم في التويتة وقال: من طفل ولد في مخيم للاجئين، لم يكن من المفترض ان ينجح، لكن ها انا ذاهب الى كأس العالم. لا تدع احد يخبرك ان احلامك غير واقعية، حافظ على حلمك واستمر في الإنجاز. لو حد بقى حب يتابع إيه قصة ديفيز وإزاي يوصل لكأس العالم وإيه موضوع إنه هو كان من اللاجئين، حاجة ملهمة جدا، حاجة ملهمة. قصة اللاعب هو من ليبيريا، يعني والده ووالدته من ليبيريا، وحصل حرب أهلية فانتقلوا بقى عايش في مخيمات اللاجئين في غانا. وبعد كده طبعا انتوا قادرين تتخيلوا شكل الحياة دي يكون عامل ازاي. فان هو يكون بيفتكر انه من 15 سنة كان وضعه عامل ازاي ودلوقتي هو فين وبيعمل ايه، فكامل الاحترام ليه، وبنشكره انه هو بيفكر الناس من الزاوية دي، ان الناس لا عمرها ما تستسلم لفقرة ان انت الدنيا مش ماشية اسهل حاجة. لا، هي مش ماشية اسهل حاجة كده كده مع كل الناس، ومنهم ناس دلوقتي ناجحين جدا بنحتاج ان هم يفكرونا بقصة الكفاح علشان نبقى عارفين ان ما فيش حاجة بتيجي بالساهل. فكامل التقدير ليه، وان شاء الله يكون بيقدم يعني مباريات مميزة مع منتخب بلاده. وبرضو خلونا نروح للقطة اليوم، و يعني قصة كريستيانو رونالدو المتفق معاها اللي غير متفق، التوقيت صعب دلوقتي، احنا داخلين على كاس عالم، التصريحات اللي هو قالها مشاكلها كتيرة. الردود من قبل نادي مانشستر يونايتد ما كانتش خالص بالكلام، حصل امبارح وتم تصويرها وتم يعني مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إزالة صورة كريستيانو رونالدو من على جدران ملعب الأولد ترافورد، علشان يكون بالشكل ده بيتم الإعلان بالشكل الرسمي إن واحد من أساطير النادي، لأن شئنا أم أبينا بغض النظر عن المرحلة اللي هو دلوقتي موجود فيها في الفريق أو خلاص أكيد مش موجود فيها، ولكن الفترة اللي قضاها كموسم هي أكيد موسم هو للنسيان بالنسبة له، ولكن التصريحات دي ودت علاقة كريستيانو رونالدو بالنادي حتى في حتة تانية، لأن البعض من التصريحات اللي ظهرت امبارح كمان تطرقت لنقط تانية مش مهم ان هو يكون يعني محرجه بعض الشيء، وممكن تكون حتى لو كان في بعض الجماهير من مانشستر يونايتد متعاطفه معاه مش هتكون متعاطفه معاه بعد كده، لانه وصل بقى الحته اللي هو انا كنت هنا من 20 سنه، ده ما فيش صيانه حصلت، ده نفس كل حاجه، نفس المطعم، نفس الطباخين. بدا يتكلم بطريقه فيها كده طبعا يعني حاده شويه، ممكن تكون بالنسبه كمان للمسؤولين وبالنسبه للجماهير اللي بتنتمي جدا للشياطين الحمر فيها اهانه الى حد كبير. فطبعا هو اكيد عارف الخطوه اللي جايه اللي هيكون بياخدها، اكيد ما قررش يطلع بالتصريحات دي علشان يعني وهو مش عارف ايه اللي جاي، فبالتالي هنشوف ايه اللي هيكون بيحصل. ولكن اكيد هو حط على نفسه ضغوط كتيره جدا في مبارياته مع منتخب بلاده البرتغالي، علشان الناس كلها مركزه كريستيانو رونالدو بعد التصريحات دي، وهو دلوقتي هيروح فين بعد كاس العالم، كل الحاجات دي عامله اكيد عليه ضغوط، ولكن هو متعود عليها كنجم كبير يعني البرتغالي الدون. وبكره ان شاء الله هتكون برده في مواجهه منتظرة بالنسبة للجماهير المصرية، مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا، ولكن بتعتبر طبعا مباراة مهمة بالنسبة لنا وبالنسبة طبعا للمنتخب البلجيكي، واحد من المنتخبات المرشحة أنها تكون بتوصل للمربع الذهبي فيها المونديال. علشان كده بنسأل حضراتكم النهاردة من خلال سؤالنا في فقرة اللعبة،
ايه هي توقعاتكم لمواجهه منتخب مصر مع منتخب بلجيكا الوديه اللي هتكون بكره ان شاء الله الساعه 5؟ اكيد مع نهايه الحلقه هنكون بنستعرض بعض الاجابات. وخلونا دلوقتي عشان نتكلم اكتر عن المباراه ينضم الينا الكابتن رامي سعيد، واحد من نجوم نادي الاهلي السابقين، يكون كده بيطلعنا عن رؤيته الفنيه لهذه المباراه تحت قياده البرتغالي الكابتن او المستر روي فيتوريا. يا كابتن رامي صباح الخير على حضرتك. كابتن رامي بنصبح عليك وسعداء بوجودك معانا النهارده. طيب اكيد هيكون في محاوله مره تانية للتواصل مع الكابتن رامي سعيد لمتابعه رؤيته لهذا اللقاء. بعد هذا الفاصل نواصل حديثنا مع حضراتكم في صباح اون تايم، خليكم معانا. بكرة الساعة 5 طبعا الكل هيكون بيتابع مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب البلجيكي في إطار طبعا المباريات الودية لاستعداد المنتخب البلجيكي للمشاركة في قطر 2022، ولكن برضو هي بالنسبة لنا مباراة مهمة، حابين نكون بنشوف منتخبنا تحت قيادة مستر وي فيتوريا ماشي بشكل عامل إزاي. نشوف الرؤية الفنية الخاصة لواحد من نجوم نادي الأهلي السابقين الكابتن رامي سعيد بينضم إلينا. يا كابتن رامي صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا مرهان وصباح الخير على كل مشاهدينا. اهلا بحضرتك منورنا، وفي البدايه قول لي كده اهميه المباراه دي من وجهه نظرك بالنسبه لمنتخبنا الوطني وبالنسبه لمستر روبي فيتوري. مباراه طبعا قويه، مباراه طبعا انت بتلعبي منتخب بلجيكا، منتخب كبير، منتخب مصنف ياخد كاس العالم، مدير فني برضو منتخب مصري، يبقى اول لقاء لي، لقاء قوي، لقاء في نجوم كبيره منتخب بلجيكا، فهتبقى المباراه قويه ومباراه طبعا هيشهدها جماهير كتير في الكويت، فيا رب تكون بدايته بدايه كويسه نقدر ان احنا نشوف المنتخب ليه شكل، لكن برضو مش هنحكم عليه لان طبعا بيلاعب منتخب كبير مش منتخب صغير، ومباراه صعبه جدا، لكن يا رب نقدم مباراه كويسه ومباراه تليق يعني بمنتخب مصر ونستفاد منها. يعني مش مهم ان انت تفكري ان احنا لا قدر الله نخسر او بنتيجه ثقيله او يعني اي حاجه، الاهم ان احنا نستفاد من المباريات دي، واحنا المفروض ان احنا المفروض كل مبارياتنا مع المنتخبات يا ريت نلعب منتخبات كبيره زي بلجيكا، البرازيل، الارجنتين، نستفاد. يعني مش عيب ان انا استفاد من منتخبات كبيره واقدر بعد كده احط بقى النقط على الحروف واقدر ان شاء الله نعمل منتخب قوي، ويا ريت كان الواحد نفسه يبقى منتخب مصر في كاس العالم. اكيد اكيد. طيب بالنسبه للمباراه دي على المستوى الفني يا كابتن، لو تنقل لنا وجهه نظرك، يعني طبعا تم الاعلان عن القائمه وفي الاخر دي وجهه نظر مدير فني لازم يكون ليه كل الصلاحيات، لو حد شايف ان اسم لا يستحقها او اسم كان المفروض ما يطلعش بغض النظر عن النقطه دي، ولكن بالاوراق اللي بيمتلكها واختارها مستر روي فيتوريا، مع العلم ان في بعض الغيابات ممكن تكون مثلا ابرزهم محمود حمدي الونش اللي هو كان في بيك مستواه وللاسف الاصابه بتبعده مع منتخبنا الوطني، بغض النظر عن النقطة دي، إلى أي مدى شايف الأوراق اللي هو اختارها بالنسبة لك متكاملة ويقدر من خلالها أنه يكون بيبني شكل المنتخبنا الوطني؟ طبعا هو اختياراته راجل طبعا شاف اللعيبة وأرام كويس وتابع اللعيبة المحترفة، قدر يحط القائمة بتاعته، قدر ان هو ياخد عدد، وبعد كده قبل ما يسافر الكويت مشى ناس، استبعد ناس، وفي ناس كملت، فالرؤية يعني شبه التشكيل يعني ممكن يعني ما هو باين، يعني طبعا الونش يفرق اكيد من اللعيبة الكويسة طبعا، لكن وعندك برضو متولد صاب، فالعملية برضو يعني في الحتة دي اكيد هيبقى حجاز وعلي جبر، يعني لو نبص ورا اكيد ورا يعني اكرم و محمد حمدي واكيد علي جبر واكيد حجازي، يعني الاربعه دول ثابتين بخلاف الشناوي يعني. ونص الملعب بقى فيه يعني ممكن يبقى ثلاثه، ممكن اثنين، ممكن تلعب اربعه ثلاثه، يعني ممكن تلعب اربعه اثنين ثلاثه واحد، ممكن تلعب اربعه ثلاثه ثلاثه على حسب رؤيته، يعني في ناس اوكي ثابتين، يعني النني في نص الملعب اكيد ثابت، ممكن طارق حامد جنبه، ممكن حمدي فتحي جنبه، ممكن الحته اللي قدام اكيد صلاح ثابت،
ده اكيد محمد صلاح اكيد ثابت، ومصطفى محمد دول اتنين ثابتين، ممكن تريزيجيه ممكن زيزو. فالعمليه اللي قدام دي هيبقى فيها شغل كتير، وهو طبعا راجل مدير فني للرؤيه، ويا ريت يلعب بانسب تشكيل، ان احنا زي ما قلت لك هتبقى مباراه قويه جدا، وبتلعبي منتخب كبير يعني مش منتخب قليل يعني. التأمين في نص الملعب بثلاثي، هل ده سيناريو حضرتك بتفضله بالنسبة انت بتتكلم طبعا منتخب كبير، ولا بتشوف ان ممكن مباريات زي دي، لان طريقة لعب منتخب مصر 4-2-3-1 دي اللي كانت مستمرة بقالها سنين وسنين مع منتخب، وكمان في الأندية المصرية بعد كده بدأنا نشوف مدربين بدأوا يدخلوا يعني طريقة خططية مختلفة، بعض الشيء اخذنا وقت ان احنا نكون بنتأقلم عليها، ولكن اعتقد دلوقتي بقى فيه شوية ليونة لتقبل طرق لعب مختلفة بالنسبة لمنتخبنا الوطني. بص يا مريان، احنا اكيد يعني الدنيا كلها عارفه انت هتلعبي منتخب كبير يعني. منتخب كبير ده لازم امن يعني، لازم امن يعني اكيد يعني لازم يلعب بثلاثه في نص الملعب يعني. ده المتوقع يعني، او ده احساسي ان انت بتلعب منتخب كبير، فلازم تكون برضو يعني حاطط كل الظروف للمباراه، وثلاثه في نص الملعب لازم تحط ثلاثه في نص الملعب يعني ناس خبره وناس يعني زي ما بيقولوا كده نص الملعب ناس تقال يعني. فانا اتوقع او هو برضو فكره، لكن انا كمدير فني او كمدرب في مباراه كبيره زي دي لازم اامن نفسي والعب بثلاثه في نص الملعب، ده اكيد يعني. الحته اللي قدام بقى يعني الثلاثه اللي قدام ما فيش مشكله، لكن الاهم هو نص الملعب، فاكيد اكيد يعني اتوقع ان هو يلعب بثلاثه في نص الملعب. طيب خليني برضو اسالك، واحنا عندنا لعيبه على المستوى الفردي بيبقوا مبهرين يعني، بيجي طبعا في مقدمتهم محمد صلاح، ولكن بنشيل محمد صلاح من الحسبة وبنبص على لعيبة تانية مع أنديتها بتقدم عروض مميزة جدا جدا، ايه اللي ممكن يكون مطلوب النستر ويفيتوريا ان هو يترجم ده على مستوى جماعي ونشوف منتخب يصبح ليه هوية بعد سنين احنا مفتقدينها؟ هو للرؤية، وهو أكيد شايف وأكيد عارف، وأكيد الفترة الصغيرة اللي هو عسكره فيها أكيد الدنيا كلها بقت قدامه يعني، هو عارف اللعيبة وعارف إمكانياتهم، وهو مدرب صغير برضه مدرب كبير وله خبرة وعدى على المراحل دي كتير، فأكيد إحنا برضه عايزين نديله الثقة، إحنا برضه عايزين نقف جنبه الفترة دي، ما الدنيا ما تتقلبش لو حصل حاجه بكره ويقول لك المدرب مش مدرب، لا لا لا، دي تجارب، والدنيا كلها عارفه ان انت بتلعب منتخب مصنف ومرشح ياخد كاس عالم مع نجوم كبيره ومع نجوم في احسن انديه في العالم، فهو اكيد عنده الرؤيه الفنيه اللي يقدر يستفاد من اللقاء، واللي يقدر ان هو زي ما بيقولوا كده يعني بالبلدي نقدر نلم الموضوع. فطبعا الموضوع يبقى يعني المباراه تبقى صعبه، هو اكيد هيحط اللعيبه اللي هيقدروا اللي هو يعني اللي هيخلوا المنظر لمنتخب مصر كويس. انت برضو بتلعبي في دوله عربيه هيبقى في جماهير كتير من الكويت، سامع ان التذاكر خلاص يعني الملعب هيبقى مقفول، فطبعا دي برضو هتفرق معانا شويه، لكن برضو انت بتلعبي منتخب كبير ما بيفرقش معاهم الحاجات دي، فاتوقع ان هو هيحط تنسيب هيحط التشكيل المناسب للمباراه اللي يقدر ان شاء الله نعمل بيها مباراه كويسه ونقدر يبقى شكلنا كويس نقول منتخبنا جاي يعني. طيب ما هي دي النقطه اللي بسال حضرتك فيها، لان احنا على المستوى الفردي بنملك اوراق كتيره رابحه، ولكن على المستوى الجماعي منتخبنا بيفتقد التناغم في معظم الاوقات في الفتره الاخيره، فايه الحاجات اللي ممكن حضرتك شايفها ممكن تحسن النقطه دي ونقدر نكون بنستغل الامكانيات الفرديه اللي عند عدد مش قليل من لاعبتنا ويتم ترجمتها بشكل فيه كيمستري ما بين اللاعبين ونشوف تناغم في الملعب حاصل بشكل افضل؟ لازم تكون اللعيبه القروب يعني تكون الظروف او تكون اللعيبه برضو قريبه من بعض، الانسجام برضو ده مهم جدا، ان احنا برضو كنا المفروض يبقى في يعني مباراه قبل دي او نتلم اكتر، المسافه برضو تكون اكبر من كده، ان انت عارفه في المعسكرات او المعسكرات الطويله بتفرق في الانسجام مع اللعيبه، وانت لو تلاحظي يا مريان منتخباتنا على طول في كل البطولات بتلاقيهم طول ما هم موجودين مع بعض وقت طويل بيبقى الانسجام حاجه تانية خالص. طبعا انت ممكن تلاقي لعيب في الدوري المصري مكسر الدنيا يجي في المنتخب ما تلاقيهوش، لعيب محترف ممكن انت هتحس انه يفرق معانا برده ممكن ما تلاقوش،
فدي بتبقى ظروف مباراه او وضع اللعيب ايه، ان هو داخل مباراه زي دي هو مركز فيها ازاي، هو امكانياته ايه. الراجل برضو ليه واجبات، ليه تفكير تاني غير هو مثلا في ناديه بيبقى في تفكير مع مدربه بتفكير معين، لا الراجل ده ممكن يغير تفكيره في بعض الحاجات التانية. فالامور دي مش هتتحسب غير لما نشوف بعينينا. لكن طبعا احنا عندنا لعيبه في الدوري المصري امكانياتها كويسه طبعا، ولعيبه مكسره الدنيا ممكن تلاقيه في منتخب مصر، لان برضو لعب منتخب مصر غير الانديه، اما تلعبي برضو تحت ضغط، واحنا اللعيبه المصريه كلها الفتره اللي فاتت انت بتلعبي ما فيش جمهور، فما تنزلي تلاقي برضو جمهور وتحت ضغط وبتلعب منتخب كبير بيبقى محطوط تحت ضغط، دي بتفرق. فلازم المباراه دي يبقى هو عارف الخبرات اللي عنده ايه، وعارف اللعيبه اللي امكانياتها اللي تقدر تدور وتقدر تمشي اللقاء، ويقدروا عندهم الخبرات اللي تاهلهم ان احنا ان شاء الله نعمل مباراه قويه ونطلع بقليل الخسائر. فدي انا شايفها في اللعيبه وفي الراجل، ان هو الفتره اللي فاتت دي يبدا يلم ويعرف. فطبعا حته لعيبه وفي الدوري المصري مكسر الدنيا ويجي ماتش زي ده وممكن ما يكونش موفق، ده يبقى غصب عنه مش بايده. لكن يا ريت لعيبه اللي احنا بنشوفها في الدوري المصري والاعلام بيتكلم عليهم ان هم لازم ينضموا منتخب مصر، لازم يكونوا يعني يثبتوا نفسهم بشكل اقوياء في منتخب مصر، ولازم يشيلوا اسم مصر، لان مصر هيبقى مباراه صعبه. أكيد. إحنا بنشكرك شكرا جزيلا يا كابتن رامي، نورتنا، وإن شاء الله كده تكون مباراة مبشرة بعض الشيء، إن إحنا يعني لقينا الطريق الصح اللي نبدأ من خلاله نبني منتخب أقوى وأفضل في الفترات اللي جاية. كابتن رامي سعيد واحد من نجوم نادي الأهلي السابقين، وإحنا كمان يعني في نفس السياق بنتكلم على منتخبنا الوطني ومباراته غدا أمام المنتخب البلجيكي في الكويت. خلونا نروح سريعا بقى للكويت مع زميلنا صلاح عقدة، يقول لنا كده آخر التفاصيل من داخل معسكر منتخبنا وقبل ساعات قليلة من هذه المباراة. يا صلاح صباح الخير عليك. صباح الخير زميلتي العزيزة مريهان، صباح الخير على أم الدنيا، بالتأكيد من هنا من الكويت، واليوم قبل الأخير لمنتخبنا الوطني قبل مواجهة بلجيكا. خليني أقول لك النهاردة يوم تقيل قوي، يمكن المنتخب المصري هيتمرن الساعة 5 النهاردة، وهيكون في مؤتمر صحفي للمدير الفني وكابتن الفريق الساعة 4 وربع على ملعب جابر الأحمد ملعب المباراة. بعدين على طول هيكون في منتخب بلجيكا نفس السيستم، هيكون عنده مؤتمر صحفي 6 وربع، بعد كده التدريب الساعة 7. خليني اقول لك يمكن الاجتماع التنسيقي للمباراه هيكون 10 صباح الجمعه ان شاء الله، بكره الصبح هيكون الاجتماع التنسيقي للجهاز الاداري للفريقين في وجوده الحكام. طاقم تحكيم كويتي بالامس اعلنا عنه على اسمائه. خليني اقول لك بقى اسبق لك الاحداث واقول لك منتخبنا الوطني هيرتدي الزي الاحمر والشرط الابيض والشراب الاسود، اما فريق بلجيكا فهيرتدي التيشيرت الابيض والشرط الازرق والشراب الابيض. خليني اقول لك ايضا يمكن موجود حاليا في الفندق هنا سعاده السفير أسامة شلتوت قاعد مع الأستاذ جمال علام على تنسيق آخر اللمسات الأخيرة للمباراة، واجتمع مع الشركة الراعية المنظمة للمباراة بيحددوا إزاي حضور الجماهير ودخول الجماهير، بيعملوا السيستم هيتم إزاي. بكرة الاستاد مفتوح بكرة من الساعة 1 ظهرا قبل المباراة، هيكون في احتفالات كل ساعة، في احتفالات خاصة بالجماهير. المباراة إن شاء الله تبدأ الساعة 6 بتوقيت هنا في الكويت، 5 بتوقيت القاهرة. أشكرك أكيد شكرا جزيلا يا صلاح، وأكيد على مدار اليوم دايما بيكون في عودة ليك، لأن تفاصيل كتيرة أكيد المشاهدين حابين يعرفوها عن منتخبنا الوطني في التوقيت الحالي. صلاح عقدة زميلنا العزيز من الكويت بنشكره شكرا جزيلا، وأكيد لسه هنكون بنتكلم في الكام دقيقة اللي فاضلة من حلقتنا النهاردة أكتر عن المونديال بعد هذا الفصل. مشاهدينا بعد 3 أيام بالتحديد سفرة بداية وانطلاقة أحداث قطر 2022، وأكيد إحنا مستنيين نشوف حاجات كتيرة، منتخبات غير متوقعة تألقها، لاعبين ممكن يكونوا غايبين، لاعبين تانية ممكن تكون الناس مركزة معاهم. يقربنا بقى من كل الأسئلة اللي ممكن تكون بتدور في الأذهان في التوقيت الحالي واحد من نجوم التحليل اللي دايما بيكونوا معانا الصبح وبينورونا، محمد عادل صباح الخير عليك. صباح الخير مرحبا، ازيك؟ اهلا بيك ومنورنا. والحقيقه هي بطوله منتظره ومرتقبه لاسباب كتيره جدا، وزي ما انا كده بتكلم يعني في ممكن عدد من اللاعبين الناس ممكن تكون مستنيه تالقهم بسبب نجوميتهم، وممكن لعيبه تانية محدش مركز معاهم، ولكن من المفترض برضه ان هم يكونوا بيقدموا عروض مميزه.
صحيح صحيح، لان طبعا كاس العالم دي اكبر بطوله، يعني اتفقنا واختلفنا ايا كان وقتها ايا كان مكانها، هي البطوله الاكبر في العالم، هي قبله كل محب الكوره كله، يعني من يوم الاحد كله ما حدش هيتكلم عن اي حاجه غير عن كاس العالم، حتى ما قبل كاس العالم كل الناس بتتكلم عن المونديال، فكمان مونديال بظروف خاصه جاي في نص الموسم في الشتاء، حاجه ما حصلتش قبل كده، ما شفناهاش قبل كده، واعتقدش ان احنا هنشوفها بعد كده كمان، احنا نلعب كاس العالم في الشتاء. فهو اساسا المونديال بيكون قبله اللاعبين، كله عايز يتالق، كله عايز يقدم اوراق اعتماده بالنسبه للجماهير. في لعيبه كتير جدا جدا قدمتها على مستوى الانديه وشفنا تألقهم مع انديتهم، لكن برضو اللعب في المنتخب موضوع حاجه تانية خالص. شفنا فرحه لاعبي البرازيل وهم نجوم كبار جدا جدا لما سمعوا اساميهم من المدير الفني تيتي في التلفزيون، لما كل واحد سمع اسمه وكانت فرحه كبيره. فاللعب مع المنتخب بيبقى ليه يعني احساس تاني وشعور تاني. فطبعا احنا عندنا لعيبه الناس كلها مستنياها على مستوى المنتخبات، ولكن هي قدمت اوراق اعتمادها بشكل محترم جدا جدا على مستوى الانديه. فمثلا احنا في فرنسا عندنا لاعبين اثنين غايبين بسبب الاصابه، عندنا نجولو كانتي وعندنا بول بوجبا، ودول نجوم كبار جدا جدا جدا، لكن فرنسا برضو الولاده باللاعبين واللي عندها كتيبه كبيره من اللاعبين، عندهم اثنين لاعبين في وسط الملعب بيلعبوا في ريال مدريد، تشواميني وكامافينجا. فالناس شافت مدى التألق ومدى التطور وهما لعيبه صغار السن مع ريال مدريد وقدموا مستويات محترمه، فمستنيين يشوفوا المستوى مع المنتخب الفرنسي بقى المدجج بكيليان مبابي. طبعا ان الناس كلها برضو مستنيه، مبابي واخد كاس عالم مع فرنسا 2018 احرز 4 اهداف، بغض النظر عن الوضع اللي فيه برشلونه على المستوى الاوروبي، لكن هم على المستوى المحلي مقدمين بشكل محترم جدا جدا. فبادري وجافي، بادري احسن لاعب شاب في العالم السنه اللي فاتت، جافي احسن لاعب شاب في العالم السنه دي، وانسو فاتي كمان اللاعب اللي راجع من اصابه بشكل قوي جدا ومؤثر جدا نفر مع منتخب الاكوادور. لو هنروح السعوديه هنلاقي سالم الدوسري، واحد من امهر لاعبي اسيا، لاعب جناح ايسر محترم جدا جدا، عمل مباراه كبيره امبارح في مباراه السعوديه كرواتيا الوديه، عمل مباراه محترمه جدا جدا جدا. وطبعا لو عدينا بقى على كل الفرق هلاقي الناس كلها مثلا في المغرب او اثنين مميزين. صحيح بالزبط. يعني مثلا في المغرب الناس مستنيه عبد الرزاق حمد الله، واحد من المهاجمين الافزاز واللي كان غايب بقاله كتير عن منتخب المغرب، بيرجع تاني مع بايرن ميونخ. نصير مزراوي في المغرب برضو مع بايرن ميونخ، في اكتر من اسم، لكن هو للاسف الوقت ضيق، لكن لو معانا وقت هنقول اسامي. لا خليني اسالك في الوقت اللي فاضل برضو عن انه منتخب الارجنتين والبرازيل، تحس كده الناس كلها اجمعت انه البطوله رايحه لهم، انت معاهم ولا لا؟ مش عارف والله. هو الارجنتين والبرازيل طول عمرهم مرشحين هم طبعا طبعا مهما كانت الدنيا، ولكن في قوه واضحه دلوقتي وفي صلابه وفي اتحاد، يعني في تكامل حاصل في منتخب البرازيل ومنتخب الارجنتين بالذات. احنا في الارجنتين عندنا اثنين ليونيل، عندنا ليونيل ميسي في الملعب وعندنا ليونيل سكالوني المدير الفني بره الملعب، وليونيل سكالوني كان جاي كمدرب مؤقت واصبح مدرب دائم بسبب الاداء الممتاز اللي مقدمه منتخب الارجنتين. شفنا امبارح مباراته مع الامارات، مباراه اخيره قبل مواجهه السعوديه ان شاء الله في المونديال، عملوا مباراه كبيره جدا جدا، متعوا الجمهور، لكن في صلابه في الملعب، في تكامل في المنتخب الارجنتيني وحتى كمان في المنتخب البرازيلي، في تكامل كبير او يعني تكامل اغلب عناصر الفريق في حاله تكامل واستعداد كبير. فهم البرازيل والارجنتين هم من الفرق المرشحه. طيب قول لي منتخبين مثلا او ثلاثه تسميهم لي الناس مش مركزه معاهم، تنصحهم ان هم يبقوا بيبصوا عليهم. طيب ممكن نبص مثلا على منتخب الاكوادور، نتفرج على منتخب الاكوادور، اتوقع ان هو هيقدم مباريات جيده، انا ده على المستوى الشخصي يعني، خصوصا لما يلعبوا مباراه الافتتاح ان شاء الله قدام المنتخب القطري. كمان نتفرج على منتخب بولندا، بولندا مع روبرت ليفاندوفسكي ومع اكثر من لاعب كمان موجود، زيلينسكي وكريشوفاك لاعب الشباب السعودي، فبرضه من المنتخبات اللي هنبص عليها، معاهم المكسيك ومعاهم الارجنتين ومعاهم السعوديه، فمجموعه مش سهله ابدا، مجموعه صعبه. فلا في اكثر من فريق. كرواتيا، هل هتكون كرواتيا هي نفس النسخه
المبهره اللي أكيد. قدمت مونديال روسيا، لعبوا في فرنسا في النهائي وخسروا 4-2، لكن لوكا مودريتش مثلا في مونديال 2018 قدم مستوى مذهل يستحق عليه لقب افضل لاعب في العالم، كان عامل نسخه عظيمه. لوكا مودريتش لسه مستمر موجود بيقدم مستوى عظيم مع ريال مدريد، لكن هل هتكون نفس نسخة كرواتيا هي هتقدم نفس المردود ده؟ برضو مستنيينه، في شوية أسئلة الناس حاطاها في دماغها. والله أنا يا محمد عندي بتاع 25 سؤال لسه عايز أسألهم لك، بس أنا الوقت خلص مني والله. فأكيد هتكون معانا في الأيام اللي جاية، لأن إحنا حديثنا هيكون على طول مطول بقى على مدار شهر كامل، كأس عالم قطر 2022. بنشكرك شكرا جزيلا، ويعني أكيد شكرا. تفاصيل كتيرة قلتها لنا. وخلونا مشاهدينا قبل ما نختم حلقتنا ناخد إجاباتكم على سؤالنا النهاردة في فقرة اللعبة، توقعاتكم لنتيجة مباراة منتخبنا بكرة أمام المنتخب البلجيكي. أول الإجابات من فادي، واللي بيصبح علينا صباح الفل، بيتوقع فوز منتخبنا 2-1، تسجيل الأهداف محمد صلاح، تحياتي ليك أنا كمان. عبد الرحمن بيتوقع فوز بلجيكا 4-0. جمال رضا بيتوقع فوز مصر 2-1 وتألق لصلاح وترزيجيه والشناوي، بالتوفيق أكيد لمنتخبنا. أحمد أشرف آخر إجابة أو توقع معانا، بيتوقع فوز منتخبنا بهدف نظيف. يعني كل التأكيد ان احنا بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني بإذن الله، ايا كانت النتيجة نشوف عرض مقنع من قبل منتخبنا تحت قيادة البرتغالي مستر وي فيتوريا. كنا نكون ختمنا حلقتنا النهاردة مع حضراتكم، ويوم السبت بإذن الله انطلاقة جديدة من صباح اون تايم، نشوفكم على خير.